عملية تحضير لقفة رمضان للموسم الثاني على التوالي. العملية جمع وتحضير لقفة رمضان بدأت منذ شهر فيفري من طرف طاقم جمعية سنابل الخير الذي معظمه شباب، جزاهم كل خير على هذا التحضير وسهرهم لعملية تحضير لقفة رمضان. والعملية احنا جونا بعض العائلات والذي العائلات اللي سجلناهم فاقوا حوالي 2000 عائلة معوزة. جمعية سنابل الخير بصدد توزيع الدفعة الأولية من قفف الرحمة لمشروع 1500 قفة لشهر رمضان. لاحظنا تواجد أو توافد عديد العائلات على مقر الجمعية من أجل التسجيل لاقتلاء أو الاستفادة من هذه القفة. بارك الله في هذه الإعانات، بارك الله في هذه القفف التي رسالتها أبلغ من قيمتها. لما الإنسان تصل هذه القفة، هذه لا يمكنها أن تغطي يعني احتياج شهر، ولكن هي رسالة إلى التضامن، إلى فيه وجود رحمة في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.